عبد المجيد شنو؟ عبد المجيد الله يسلمك. اسم الام؟ طيب الحاج. وانت؟ ها نعم. ايمن سعدون شنو؟ هو رقم سيدي؟ صالح. اخويا اثنين شاردين من تاجي. شو اسم الام؟ فاطمة. يلا احكي لي انت سكنهم سيدي. سكن سكنك فلوجه. فلوجه وين؟ فلوجه الزوريه. وانت؟ صلاح الدين بن. صلاح الدين بن. ايش قد معكم؟ مؤبد. يا مادة؟ أربعة. وانت؟ مؤبد أربعة. يلا احكي لي احكي تفضل سيدي. الظافر هذا اللي مات ويانا يعني. ظافر نعم دبرت يا اخي دبر شنو؟ تيخا تيخا اي قال ليش ما نزيد؟ قال له شلون؟ مدري شنو؟ قال الشغله سهله ترى وبس نقص الصيام بس هذا وامشوا وياه. انا حيل عجبتني الفكره. نعم. كنا نطلع واحنا حيل مضايقين من سجين. بس انا متاكد وبعدين حكينا وياه ايمن. حكى وياه ايمن. قال ها هي. بعدين قعدنا قلنا لازم نشتغل صادو ما حد يعرف بينا من القاعة وهم دار السفينة ولا حد يعرف بينا من الحرس وتعدادنا كامل حطينا تيغة ونشتغل بال على السين سيلي بورد يسمونه سين يوميا نفتح لنا واحد اثنين نفتح اثنين ثلاثة هيك هالخطة لمدة صار ايش قد تخلطونها؟ احنا صار لنا نشتغل تقريبا 25 يوم 25 يوم؟ اي زين، انت ايش قد صار لك هنا بالسجن هذا؟ هذا صار لي يعني 7 شهور. القاعة هاي هسه انت اللي بيها ايش كم شهر صار لك بيها؟ جوز صار لي تقريبا شهرين شهر ونص. هاي القاعة؟ شهر ونص اي. يعني تحولت من قاعة لقاعة؟ اي تحول من قاعة لقاعة. زين. انت قبل يعني قبل لا تدخل السجن، واحد يعرف واحد انتو؟ لا انا تعرفت عليه بالقاعة. وهذاك اللي انكتب؟ بالقاعة. وصرنا مجموعة واحدة بحظيرة واحدة يعني طعمنا هذا اللي ينقتل من جراء الهروب ايضا محكم واحد على 4 رهاب مؤبد.